السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبائي في قناتكم إيكول جبيرة. هنا المستوى الأول، المستوى الأول. أنا الأسبوع السادس عشر نشوف أول أول درس، أول مادة هي اللغة العربية. فنمشيو للصفحة الأولى، تبعوا معايا طريقة سلسة ونفهموا الدروس ديالنا بطريقة واضحة وسهلة مع قناتكم ايكول كبيره. ولكن قبل ذلك كنقول لكم الاشتراك في القناه باش نوصلوا لواحد المستوى اللي نقدروا نحطوا لكم فيهم جميع الدروس، لا المستوى الاول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع، وجميع المواد اللغه العربيه الفرنسيه والرياضيات. هنا طريقه سهله، ولون عاد شد وليدي ولا بنيتي كذلك هكا، شد ملون وتلون حرفه التاء باش تبقى تعقل عليه مزيان شنو هذا حرف التاء، هو اللي فيه ثلاثه ديال النقاط مع الفتح تا 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 صافي. تالب، اقراوا اقرا لي الله يرحم الوالدين بسرعه، تبقى تقرا لي تا ثو ثي تا ث ثي ثي تا ثو تا. كثير، ثعبان، ثمار، ثعلب، جراثيم، ثار، ثوم. صافي بهذه الطريقة، تعاودها وتعاودها. سوب، صرف، تود، راك، طوبي، فمس، سوب، عاد، بلا، كاشي، حاط، ليخ، نجح، عاد. باش تطور المهارات ديالك والنطق ديالك و المخارج ديال الحروف ديالك تكون واضحه، يعني هادو علاش باش تطور المهاره ديالك. لكن عندك شي مشكل في نطق احد الحروف فالكلمات كتبقى تخرج لك بحال الطريقه سهله، بحال دابا ليخا ما عندناش هاد الكلمات، ولكن هما داروهم علاش باش نطوروا المهاره ديالنا في النطق، في النطق. داكوغ. اكتب، اكتب ليا تاع بثلاث نقاط هكذا بطريقة سهلة وسلسة. صافي تا، ثم تا بالمد، تا ثم تا بالمد ثلاث نقاط، تا ثو كذلك في وسط الكلمة هكا ثو، ثم ثو هكذا بالمد بالواو ثو، مد بالواو ثو. صافي تي بالكسرة ثلاثة نقاط فوق كسرة لتحت، تي هنا مدرناهاش نديروها حتى هي هاهي ثو، هنا تي بالمد بالياء، ثم تي. ضروري ما تطور المهارة ديالك في الكتابة، يعني تبقى تكتب 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 باش تطور المهارة ديالك. باش تطور المهارة ديالك في الكتابة هي أنك تكتب بزاف. أقرأ جملا، سلمت ثريا على مريم وخديجة، حملت محفظة صغيرة وثلاثة كتب، لا تحب البنت الثوم. ضروري تقرا المقاطع مركزا، يعني ألف همزة الوصل، همزة وصل كتسمى همزة الوصل، هذه من بعد تعرفوا ان شاء الله في الثالث وفي الرابع، ولكن دابا غنطقوا معاها مزيان وصافي. هذه كتسمى همزة وصل، كتوصل هذه مع هذه. هاجمت الثرجرة، هاجمت الجراثيم نونا. صافي اذا مشيو الصفحة الموالية باش نخدموا اللغة العربية في هذا الفيديو ان شاء الله. ألون، تلون شنو تلون؟ تلون ليا هذه يا حرف الياء، الياء توجد نقطتين في الأسفل هكذا، نقطتين في الأسفل مع الفتحة يا يا يا. ياد، وتلون اليد مثلا، تلون لي هذيك اليد التلوين هنا ما خليكم نتوما، يا ضروري تحرك. علاش التلوين كيعطيو لك؟ باش تحرك الأصابع ديالك مزيان، باش تبقى تولي عندك كيما شفنا هنايا، كنا في الأول الثعلب ما كناش لونا، ولكن أنت ثاني تلون الثعلب، ها هو ثاني تحرك فيه يدك مزيان هكا، يا تلونو. أنا نلونها بالزربة ولكن أنت تلونو بشوية عليك، شوية عليك. صافي نمشيو نشوفو ما تبقى هنا. أقرأ الياء مع المد بالواو، يو يا اي يو يو يو
يا يو يلعب يحب ثياب يوسف بيت يمامة تبيض سوب صرفا تود راك طوبي فمص سوب عاد بلا كاشي حاط ليخ نجح عاد. أكتب الياء في آخر الكلمة هكذا، نصفها فوق السطر ونصفها تحت السطر هكذا، ثم يا بالمد بالألف هكذا، في يو هكذا في وسط الكلمة، ثم يو بالمد بالواو يو يو، ثم ي بالكسرة ي بالمد بالياء. أقرأ تحب ياسمين الرسم والتلوين، رسمت المعلمة الجميلة يمامة، يحب ياسر مدرسته الجديدة، يفحص الطبيب يدي. شو الصفحة الموجهة؟ هي الصفحة رقم 4. ألون دائما تلوين باش نطوروا المهارات ديالنا والحركات ديال الأصابع ديالنا في التلوين. ها نركزوا مزيان. ها الواو، الواو بالمد بالفتحة، و ولد، تلون الولد كما بغيتي انت، ديرو ألوان مختلفة، أنا لونها بلون واحد ولكن انت ديرو التياب ديالو بلون، القميص بلون، التيشورت بلون، داك الشورت الصغير بلون، سميتو الحذاء بلون، كل شيء بلون. داكو ثم نمشيو أقرأو و حرف الواو، و و و وي 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 و و و و ورودا وسادة وجه طاووس واسع وردة لون. ثم أحرر ألفاظي ومخارج الحروف، سوب صرفا تود راك طوبي طمس سوب عاد بلا كاشي حاط ليخ نجح عاد. أكتب حرف الواو نصفه فوق السطر ونصف الآخر تحت السطر مع الفتحة، و الواو بالمد بالألف و و، ثم الواو بالضمة و و، ثم الواو بالمد بالواو و و، ثم الواو بالكسرة وي وي، ثم الواو بالمد بالياء وي وي. أقرأ جملا، لبست ريم ثوبا جديدا، تحب وداد القراءة والكتابة والحساب، دخل وليد بهو الجدة، يحب الولد الرسم والتلوين. نذهب إلى الصفحة الموالية، هي الصفحة رقم 5، كذلك فيها التلوين في الأول، التاء والياء والواو دائما ألون حرف التاء بين ثلاث نقاط، حرف التاء كسرتين بتنوين بالكسرتين، ثن ثن ثن، الياء بالمد وبالتنوين بالفتحتين، الياء بالنقطتين في الأسفل وتنوين بالفتحتين، ين ين، ننون بالنون، النف ديالك تدير ن، يعني هذا هو التنوين كتنوين. الواو 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 بالضمتين، بالضمتين تنوين بالضمتين، ون 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 ون. أقرأ ون ثن ثن ين ون ثن ين ثن وين ين ين دل وين حر ثن سق ين حي غيث بهو شاين
صرفاً تود راك طوبي فمس سوب بلا كاشي حاط ليخ نجح عاد. أكتب نوم نا الواو والميم نون بالفتحة نا الواو بالسكون الميم بالتنوين بالضمتين من نوم 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 شاي شاي بالمد بالألف شا والياء بالتنوين الياء بالتنوين بالضمتين ين شاي 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 ينظف الولد ثيابه ينظف الولد ثيابه نقطة نهاية. أقرأ جملا. هذا بهو واسع لا يحب الولد الحليب شربت المعلمة الجميلة شايا ساخنا عاد أبي يوم الثلاثاء يفحص الطبيب البنت ذهبت وداد إلى مدرستها الجديدة. نذهب إلى الصفحة رقم 6. أقرأ بالتنوين وين تا ثو وا ثن تو شي ون ن يو شو نن وث و إي ون يا ني سوب صرفا تود راك طوبي فمس عاد بلا كاشي حاط ليخ نجح يوم ولدا ثوم يكتب ياسمين كرسي رياضة شاي ثوب محراث بداد طاووس يحرث تمثال. أقرأ جملا يعني ضروري طور المهارة ديالكم في القراءة هادشي كله علاش كيدير لكم بزاف ديال القراءة باش تطور المهارة ديالك في القراءة. الوردة جميلة تناول صفوان طعامه يحب والدي السفر ضرسك مسوس يا صفوان لا يحب وليد الثلج ينظف الولد ثيابه. رتبوا واكتبوا رتبوهم ونكتبوهم. ها البنت الطعام تطبخ اذا نقولوا الفعل الاول تطبخ تطبخ البنت الطعام تسقي البنت الورود الورود يفتح الولد الباب. شو الصفحة المولية الصفحة 7 ما قبل الأخيرة. أقرأ أمي أبي أنت أمام هو
هي إلى القراءة الكتابة على عائلة أسرة ومتى كيف التي كانت فوق أنيق ريم هذا هذه أنس محفظتها والتلوين الأحد أنا أقرأ ون يا تي تن ون ه ثو ثو غو هن سي إي الحمد لله بن فا رو زي تن ظن طن ضي حا خن جن دو ذي غن لا وي وي يو مو صن قي كن كا صرفا تود راك طوبي فمس سوب بيلا كاشي حاط ليخ نجح عاد أقرأ فستانا صغيرة الجميلة الحساب الدروس مريم بها عماد ونشاط خديجة لبست يدها الجديدة محفظة الرسم رحبت تشارك مدرستها جديدا سلمت المعلمة. شو الصفحة الأخيرة في اللغة العربية وهي أقرأ في حظيرة جدي ثور وثلاث بقرات باع جدي الثور في السوق باع جدي الثور في السوق بقيت في الحظيرة ثلاث بقرات تحلبهم جدتي كل صباح لبست مريم فستانا جديدا حملت محفظة صغيرة وورودا قدمت مريم الورود لمعلمتها خديجة شكرتها المعلمة جميلة عفوا. درس صفوان مسوس عالج الطبيب ضرسه ينظف صفوان ضرسه بالفرشاة والسنون بعد كل وجبة صار ضرسه قويا ونظيفا أكتب غانم غانم قسم 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 حكما 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 هذا الطبيب بارع هذا الطبيب
بارع. لا يحب الولد الخضر. لا يحب الولد الخضر. إلى هنا ينتهي الفيديو. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.